اليوم قام السيد الوالي جهاد درعا تافيلات رئيس اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه على صعيد اقليم الرشيديه بتسليم ثلاث حافلات لنقل مرضى القصور الكلوي في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هذا المشروع هذا بكلفه اجماليه تفوق مليون ديال الدرهم بشراكه مع المندوبيه الاقليميه للصحه لفائده مرضى القصور الكلوي. فكما كتعرفوا هذه الفئه هذه كتلقى صعوبات من اجل تنقل المراكز اللي هما كيبلغوا العدد ديالهم ثلاثه. فنعطيكم كمثال المستفيدين اللي هما كيقطنوا في الجامعه ديال سيدي علي اللي هي جامعه حدوديه وكتبعد تقريبا واحد 100 كيلومتر حتى 110 كيلومتر على المركز ديال الريساني. فهاد الحافلات من شانها انها تخفف عليهم هاد العبء هذا ديال التنقل باش يديروا سميتو التصفيه ديالهم في احسن الظروف. كما تنعرفوا ان اقليم الرشيديه تتوفر على ثلاثه المراكز ديال تصفيه الدم، واحد في قلميمه، واحد في الريصاني، واحد في الرشيديه. وهذه مبادره من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه جيده اللي غادي تخفف التنقل على هاد المرضى من والى المركز ديال تصفيه الدم. كما تنعرفوا ان بعض المرضى تيلقاو صعوبات كبيره جدا في تنقلهم باش يجيو يديروا الحصه ديالهم، وهذه من بين المبادرات الجيده اللي غادي تحسن التنقل ديالهم في ظروف جيده باش يوصلوا في ظروف جيده للمركز ديال تصفيه الدم.